السلام عليكم، والله يسعدك لأوقاتكم بكل خير. اليوم إن شاء الله بنشوف مع بعض كيف نعمل وصفة ثانية لكيكة الشوكولاتة بمكونات جدا بسيطة وكتير كتير سهلة طريقتها. زينتها بصوص الشوكولا اللي انتم شايفين طريقته بتلاقوها بالفيديو، وبتلات الورد المحمدي اللي هو الورد الجوري طبعا صالح للأكل، مع قطع من الفستق المجروش. ممكن تزينوها بأي طريقة انتم حابين. آخر الفيديو تركت لكم شوي ملاحظات، إن شاء الله تسمعوها وتعجبكم الوصفة وتجربوها وفرجة ممتعة. ايضا مكونات كيكتي لليوم جدا سهله وبسيطه واقتصاديه. مثل ما انتم شايفين عندنا هنا 3 حبات من البيض، كوب ونص من الطحين واللي هي تقريبا 205 جرام، تلتين الكوب من السكر وهي 125 جرام، تلت كوب من الكوكو باودر الخام اللي هو الغامق اللي من غير سكر هي 35 جرام، تلات ارباع الكوب من الزيت واللي هي 180 ملي، كوب واحد من الحليب واللي هي 250 ملي ربع لتر، وراح نحتاج الى فانيلا، اوكي، السكر او السائل اللي متوفر عندكم، ملعقة ونص من البيكنج باودر اللي بالمغرب استخدموا الكيس هذا اللي هو ساشي، اوكي، اللي هي خميرة الحلويات، ورشة من الملح. دوبني اشوفها قدامي. اول شي حطيت هنا البيض، عليه راح احط الحليب، اوكي، الزيت، السكر، رشة الملح، والفانيلا. هي الكيكة ممكن تخلطوها بمضرب الايد فقط، ولكن انا راح استخدم الخلاط، اوكي. هي ما نحتاج اننا نخلطها كتير، بس نتأكد انه هذه المكونات امتزجت مع بعض. خلص الان راح نخلي المكونات الجافة مع بعض، واللي هي الطحين، الكوكو باودر، اوكي، وملعقة ونص من الخميرة واللي هي البيكنج باودر، اوكي. طبعا احنا نخلهم لحتى ما يفضل عندنا زي كده تكتلات الكوكو باودر، وايضا تمتزج كل المكونات مع بعض، اوكي. ثم راح اضيف المكونات الجافة وانا اخلط بشويش، اوكي، اضيفها زي كده على 3 مراحل. خلاص اضفتها كلها. الان ما نبالغ كتير بالخلطة، بس نشوف انه ما عاد في عندي بودرة زي كده، اكون تقريبا خلصت. سوري، زي كده بتأكد انه ما عاد في عندي بودرة اسفل الاناء هذا وايضا على الجوانب. انا كده تعتبر كيكتي صارت جاهزة. بالنسبة للقالب مستخدم القالب اللي هو 9 انش 22 سنتي، راح ارشه زي كده بزبدة، اوكي. انا سبق وحطيت ورق الطبخ من تحت، فابغى امسح ايدي. كمان راح اجيب زي كده ملعقة من الكوكو باودر وامررها على الجوانب، اوكي. نعمل هذه الطريقة إذا ما حبيتوا يبان عندكم اختلاف باللون، أوكي، لأنه الكيكة اللي عملت قبل مثل ما أنتوا شفتوا بيطلع علينا اختلاف باللون، زي كده بتطلع الكيكة لون واحد. بنرفض الزايد زي كده، ثم راح أسكب هذا المزيج كله هنا، أوكي، وندخلها للفرن. الفرن اللي سبق وشغلنا على درجة حرارة 350 فهرنهايت اللي هي 180 مئوية، أوكي، فنخليها تنطبخ وبالاخر اقول لكم كم اخذت مني وقت بالضبط. بس ملاحظه، ما راح اخذ هذه الصينيه زي ما هي او احطها بالفرن. مثل ما اقول لكم دائما القوالب زي كده احسن شيء، حطوا تحتها صينيه وبعدين حطوها بالفرن. بالنسبه للصوص عندي هنا ربع كوب من الزيت اللي هي
60 ملي، ثلث كوب من الحليب واللي هي 80 ملي. ممكن تحطوا حليب او ممكن تحطوا عصير برتقال، اوكي. وملعقة كبيرة مليانة من السكر الأسمر، إذا ما عندكم الأسمر استخدموا السكر العادي. وملعقة كبيرة من الكوكو باودر، أنا لأنه الكوكو باودر الخام حطيت ملعقة السكر لحتى ما تطلع لنا مرارة كتير. إذا عندكم شوكولا البودرة اللي حلوة يعني بالسكر ما في داعي تحطوا سكر. وراح احتاج ايضا الى شوي فانيلا، حطيتها هنا. انا لانه السكر اللي عندي هذا السكر اسمر طبيعي فهو بيكون حجمه كبير وخشن كتير، فمحتاجة اني انعمه شوي، اوكي. لهذا زي ما انتم شايفين كده بخلط، يعني اذا عملتوا السكر العادي مو محتاجين هذه الخطوة، اوكي. زي ما انتم شايفين هنا انا نعمته لحتى يدوب معايا بشكل اسرع بالمزيج، اوكي. هلا حطيت الشوكولا البودرة بخلطها شوي، ثم بنزل عليها بالمواد السائلة واللي هي الحليب، اوكي، والزيت. طبعا بالنسبة للحليب ممكن تحتاجون اكتر ممكن اقل، لانه على حسب كثافة شو اسمه الشوكولا البودرة نفسها، لانه في بعض الشوكولا بتكون يعني ما تحتاج ماء حليب كتير. احط كده تقريبا ملعقة فانيلا واخلط، وبكده بيكون صار صوص الشوكولا عندي جاهز، اوكي. خلوني اشيل هذه، حتى الكيكه جهزت هذا الفورنيرن. هذا حلوين قوام صوص الشوكولا من قريب، اوكي. هذا القوام جدا ممتاز اذا كنا راح نسكبه على الكيك لحتى تقدر تتشربوا الكيكه. هذه حلوين الكيكه، انا لساتي مطلعها من الفرن هلا، يعني وهي سخنه على طول. زي كده اذا حبيتوا جيبوا عود، اوكي، حق الشواء او اي شيء اعملوا بس فيها كده شوية ثقة، بس حاولوا ما يكون شيء كبير لحتى ما يفتفت لكم الكيك كتير من جوا، اوكي. ثم بنجيب هذا الصوص اللي عملناه وراح نسكبه عليها زي كده. هي الكيكة لانه بتكون منفوخة من الوسط فبتحسوها بينزل على الجوانب، لهذا انتوا سكبوا بالوسط هو راح ينزل. خلاص زي كده انا راح اسكب هذا الصوص كله على الكيكة وراح نستنى عليها تتشربوا كله وايضا تبرد، ثم بنرجع بنشوف ان شاء الله باقي التقديم، اوكي. طبعا انا خليت هنا الكيكة داخل القالب لانه مثل ما انتوا شايفين بيفضل عندنا الشوكولا مجمع، فرح ترجع تتشربوا الكيكة. اذا شلتوا الكيكة من القالب هذا الصوص رح ينزل، اوكي. ونحن حابينه لا، نحن حابينها تتشرب كل الصوص. خلاص زي كده نستنى عليها تبرد ونرجع نكمل. حبيتوا ممكن بعد ما تخلون الكيكة تقريبا 10 دقائق راح تلاقون انه هذا الصوص على الجوانب لساته زي كده خفيف، ارجعوا شربوها شوي من فوق، اوكي، بهذا الشكل. خلاص انا الان ما راح اكرر هذه الحركة، الان راح استنى عليها تبرد لحتى اشيلها من القالب، اوكي. للتزيين راح استخدم زينة جدا بسيطة واللي هي عندي البيستاج مكسر وعندي هذا الورد، اوكي. اول شيء راح رش الفستق عليه زي كده، وكان المفروض ارش الفستق قبل، انا لانه ادم كان نايم وصحي فانشغلت معه فتماسكت عندي هاي الشوكولا، لما تكون لساتها طرية شوي فبيلصق عليها الفستق بسرعة، ولكن مو مشكلة. زي كده حطيت الفستق، اوكي. ثم راح اجيب هذا الورد، انا ما حابة احطه صحيح وانما راح كسره زي كده بتلات، اوكي. بس احط هذه الجزء الخارجي فقط، البرة اللي هي العرق السوداء ما احطها، يعني نحط الورق فقط، اوكي. هو كل ما كانت الورقة هاي الكبيرة كل ما طلع شكلها احلى. خلاص يا حلوين، هذه الكيكة بعد ما زيتها مثل ما انتم شايفين انا سبق وقطعتها واكلنا منها، ما شاء الله طعمها طلع كتير طيب، وصفة كتير حلوة وسهلة بسيطة. بالنسبة للملاحظة، اول شيء انا مستخدمة الكوكو باودر المر ومنقص السكر، فانتم اذا تحبون الحلاوة بالكيك زيدوا كمية السكر شوي او استخدموا الكوكو باودر الحلو. بالنسبة للقالب انا استخدمت القالب الدائري، ممكن تستخدموا اي قالب انتم حابين، ممكن المربع ممكن الطويل، المهم كلما كبرتوا القالب يطلع معكم حجم الكيكة ارق.
طبعا الوصفة ممكن تعملوها بالقوالب الكاب كيك. اذا انتم حابين التشقق على سطح الكيكة، ابدا ابدا مو غلط. ان شاء الله يوم راح احاول اشرح لكم الموضوع ليش يتشقق الكيك العادي. بالنسبة للصوص، اذا حبيتوا الكيكة تطلع كده مشبعة بالصوص، يعني تشربوا بشكل اكبر، زيدوا كمية الحليب بالصوص او ضاعفوا كمية الصوص ايضا. انا حبيت يعني تتشرب الكيكة بس من الفتحات اللي عملتها بالعود، والباقي فضل عليها زي طبقة خفيفة من القناش، طلع طعمها كتير طيب. بالنسبة للتزيين، زينوا باي طريقة انتو حابين، الموضوع راجع لكم ولذوقكم، لانه انتو اللي راح تاكلوها. خلاص يا حلوين، هذا كل شيء عن وصفتي لليوم. مثل ما شفتوا الطريقة جدا سهلة وبسيطة، طعمها كتير طيب، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. شكرا متابعتكم، الله يسعدكم يا رب، واشوفكم على الف خير بالفيديو الجاي. مع السلامه.